اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النيران. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيشة السعداء، وميتة الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا على أكتافهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوكل عليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمورنا، ومن كل ما سألناك يا ربنا فأعطنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا،
وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفق حكام المسلمين للعمل بشريعتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.